ويل لكل همزة لمزة. وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم. الذي جمع مالا وعدده. الذي همه جمع المال وإحصاؤه لا هم له غير ذلك. يحسب أن ماله أخلده. يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا. كلا لينبذن في الحطمة. ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها. وما أدراك ما الحطمة؟ وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها؟ نار الله الموقدة. إنها نار الله المستعرة. التي تطلع على الأفئدة. التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم. إنها عليهم مؤصدة. إنها على المعذبين فيها مغلقة. في عمد ممددة. بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها.